أطلب من الإخوة طلبا مهما، اجتهدوا في دراسة كتب السلف ولو بمقدار يسير، ولو ربع ساعة في اليوم، 10 دقائق، نصف ساعة، على أيدي إخوانكم الذين لهم باع في طلب العلم، من تخرجوا من الجامعات الإسلامية واستفيدوا منهم، ولا سيما المختصرات، ابدأوا بالمختصرات مثل كتب التوحيد، كتاب الثلاث الأصول في اللغة، كتاب الآجر الرومية، ومثل تبدأ بتفسير السعدي، لأنه كتاب دعوة وعلم وعمل. لا تحقرون من الوقت شيئا، بدلا من إضاعة المجالس فيما لا ينفع. كل مسجد حددوا فيه حلقة، لأنه قد يشق على الناس الذهاب إلى مسجد واحد.